فقرة مهمة لكل ست وبنت حابة تتمتع ببشرة كلها شباب وحيوية بدون أي جراحة ولا عمليات. عشان كده ضيفت حلقتنا النهاردة منى عمر، أخصائيات الجلدية والتجميل، هتعرفنا إزاي نقدر نتغلب على علامات السن بدون ما نروح لعمليات التجميل والشد الجراحي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا سارة. إيه القمر ده؟ أنت الأحلى حبيبة قلبي. دلوقتي عايز في موضوع كده شائك بين البنات، دايما يقولك انتي لسه صغيره ازاي هتعملي بوتوكس دلوقتي. دايما مخضوضين من فكره البوتوكس، مش عارفه هم دايما بيربطوا بين البوتوكس والفيلر، هم فاكرين ان هي ماده بتتحقن. ممكن توضحي لنا وتوضحي للبنات الفرق بين الفيلر والبوتوكس الاول؟ هما الاثنين طبعا حاجات كومبليتلي ديفرنت. البوتوكس بكل بساطه انا بستخدمه عشان اعمل ريلاكس للعضلات، اشهر حاجه الجبهه وحوالين العين. الفيلر من اسمه فيلر، يعني ماده مالئه، فانا بعمل بيه ريديبوزيشن للفات اللي بيقع مع الوقت، وممكن نعمل بيه برضو شويه كونتورنج، نملى حاجه، بس طبعا بطريقه ناتشرال. اوكي، اللي اعرفه انه في اوروبا البنات بتبتدي تعمل بوتوكس من حتى من هي 20 سنه عادي. مظبوط. جدا. مظبوط، وده فعلا الصح. ده صح. طيب المعلومه اللي بيقولوها دايما انه هم زي ما قلت لك بيبقى عندهم تخوف، لا انا لو ابتديت دلوقتي انا هفضل على كده طول العمر. هما يمكن مش عارفين ان انت لما بتبتدي من بدري بيفضل يمد. ممكن تقول لنا الفكره؟ صح. عشان انا بقعد بتكلم مع بنات، انا في الاخر مش دكتور التجميل، فبيحسوا ان انا لا انا بقول اي كلام. لا فعلا حقيقي، انا كل ما ابتديت بدري او كل ما شفت مشكله وعالجتها بدري، ده بيخليني قدام ما احتاجش ان انا اعمل انترفنشنز كبيره تغير من شكلي، بالذات البوتوكس. يعني البوتوكس مجرد ما انا بشوف ال111 او الخطوط اللي في الجبهه، او انا بضحك بلاقي اللي هم هنا، او انا بضحك بلاقي الخطوط ديت، انا مجرد بعمل ريلاكسيشن في العضله دي. فكل ما انا بحقن البوتوكس من سن، اول ما بشوف التجاعيد التعبيريه ديت، ده بيخليني قدام محتاجش ان انا اعمل انترفنشنز كتير، بيقعد معايا. وكمان وانس ان انا عايزه ابطل انا ببطل، مفيش حاجه اسمها ان انا وانس ان انا بدات احقن لازم اكمل طول عمري الحقن خالص. بس هيرجعوا التجاعيد؟ بيرجعوا، لان هي حاجه مؤقته يعني، which is safe. يعني انت مش بتعملي حاجه بتقعد في جسمك فتره طويله، يعني هو ليه مده وبيروح. في ناس بتبقى خايفة ان هي تعمل بوتوكس، عشان شفنا في بعض الناس بعد ما عملوا حصل عندهم شد بزيادة. ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان ما نطلعش فيك ونطلع طبيعيين؟ يعني الخطوات اللي حضرتك بتعمليها لما بتقرري تعملي بوتوكس؟ اول حاجة، هو البوتوكس بيتعمل على مرتين، مرة ومرة ريتوتش. المرة الاولانية نحقن اقل حاجة تدي ايفكت، ونزود في الريتاتش لو حبينا. ده بيخلينا ما ناخدش ماسك فيس، وتاني حاجه لو حصل اي حاجه بنعرف نظبطها برده ستيل في الريتاتش، يعني حته مرفوعه شويه، حواجب مرفوعه من الاخر، كل دي حاجات بنظبطها. طيب هل في حالات محدده او يعني ليه بيحصل معاهم كده؟ ليه زي ما حضرتك بتقولي، يمكن انا استنتجت انه في الاول بنحط شويه وبعد كده بنعمل ريتاتش، هل اللي حصل معاهم الحاجه الفظيعه دي هما كانوا في الاول مدين دوز كتير عالي ورجعوا حقنوا تاني؟ يا اما واخذين دوز كبيره، وفي ناس بتطلب ده، بتقول انا عايزه الجبهه ما تتحركش ولا اي حاجه. بالظبط، في ناس بتبقى عايزه كده. وفي تاني مشكله برضو، ناس بتبقى خايفه منها من الحقن، تقول لك انا مش عايزه حواجبي تترفع من الاخر. لان احنا عندنا العضله دي مختلفه في كل شخص غير التاني. ففي تيست بنعمله حركي، ان احنا بنعمل كده وبنرفع حواجبنا، لو لقينا ديل الحواجب بيترفع لازم يتحقن شويه عشان نخليه ريلاكس. طيب حضرتك شايفه انسب سن البوتوكس نبتدي من امتى؟ من العشرينات، مجرد ما ابتدي اشوف التجاعيد التعبيريه دي بدات تظهر عندي. يعني مفيش مشكله، عشان ناس كتير بيقول لك ايه ده، انا من دلوقتي هبتدي ان انا اعمل بوتوكس وهحط ماده جوه. هي الماده دي اصلا احنا زي ما حضرتك قلتي احنا بنعمل ريلاكسيشن اصلا للماسلز. بالظبط، للعضله. فهي شكه عشان ترجع زي ما كانت، احنا مش بنحط هيالورونيك اسيد زي الفيلر. مش بنملي لا الحاجات خالص. اوكي، يعني انسب حاجه زي ما حضرتك قلتي بدايه من العشرينات. العشرينات اول ما نبتدي نشوف التجاعيد اللي في الجبهه دي، اللي هو اشهر مكان طبعا البوتوكس ليه استخدامات تانية، بس دي اكتر حاجه بنستخدمها ليها، وبنصح انه وانس انك شفتي التجاعيد دي اعمليه على طول. انا قبل كده لما اتسالت السؤال ده قلت انا كل ست شهور بعمل بوتوكس، ده الناس كانت مظلومه. لا بالعكس، برافو عليكي. انا بعمل صح حقيقي، انا ما بقعدش ست شهور الا وبعمله، عشان انا بحب ان انا طول الوقت افضل محافظه على شكلي، مش بغير شكلي، بحافظ على شكلي. ده دكتور، من اكتر الحاجات اللي حضرتك متميزه انت بتعمليها حوار الهالات بتاعت العين. امتى
اقدر ان انا اروح للدكتور واقول لها اعملي لي تجويف مثلا، عيني حاسه ان هي في تجويف، هل هي بتغير اللون؟ ممكن تحكي لنا على الحاجات دي عشان انا اوكي. لما دخلت هو الهالات السوداء بيبقى ليها سببين، يا اما غمقان يا اما تجويف يا اما الاثنين. ممكن نشوف الصور دي، هل الصور معانا؟ طبعا دي حاله بيور، هي عندها تجويف يعني ما فيش يعني حتى السكين نفسه مش غامق قوي، مجرد ما بنملى التجويف ده بالفيلر احنا بنحس الشادوينج ايفكت بتاع التجويف ده اختفى، غير ان الفيلر مع الوقت بيحسن الكواليتي بتاعت السكين جدا. اوكي. يعني مش بنلاقي، يعني بنلاقي لو في مثلا خطوط رفيعه او تصبغات برضو مع الوقت بتتحسن. طب دكتور، الحاجات دي دايما يعني بنشوف في بنات يقول لك انا حصل معايا انفكشن او حصل معايا ان انا صح. حصل حاجه لعيني، ايه اللي بيبقى حاصل هنا؟ ايه يا الحاجه اما الغلط؟ مستخدمين نوع فيلر ما ينفعش تحت العين، لان نوع بيبقى الفيلر لازم يبقى خفيف خالص. خفيف، بالظبط عشان في معلومه الناس ما تعرفهاش ان انواع الفيلرز كتيره، صح. في حاجه تقيله وفي حاجه للخدود. ممكن تقولي لنا انواع الفيلر وامتى يعني كل منطقه حضرتك بتختاري نوع فيلر ايه؟ اوكي. منطقة التير تراف أو الحقن تحت العين دي لازم يكون نوع مخصص للعين، يعني في شركات دلوقتي بتنزل فيلر هو اوريدي معروف ان ده الحقن العين بس. لو حقنا نوع أتقل هيعمل حاجة اسمها تاندل افكت، هيكلكع ويبقى لونه أزرق وشكله مش حلو وهيضيق العين. لو حقنا نوع مناسب للعين بالعكس بيبقى ما شكلها بيحصلش فريشر، اي حاجه. محدش اصلا بيبقى عارف ان هي حقنت. طيب يعني حضرتك بتفضلي اكتر تحت العين ان احنا نعمله بحقن عادي ولا بكانيولا؟ كانيولا افضل في منطقه زي ديت لان عشان فيها فاسلز كتير، ودي في تعتبر ناس كتير بتخاف من حوار الكانيولا ده، انا بقول لهم لا عشان هي very تتوزع simple. بطريقه حلوه جدا. نروح لفلر الشفايف. يلا بينا. نوع الفيلر اللي بنستخدمه في الشفايف، ممكن نشوف لو معانا صور لشفايف دكتور عاملاها. انا كنت اصلا لسه بقول لك قبل الهوا انا عايزه اظبط شفايفي. نوريني انت قمر. في بصوا ازاي دي الراشن ليب، دي راشن اللي بس فوق حلوه بس يعني ستيل هي البنوته عايزه تفضل شكلها زي ما هي. ايوه هي يعني حاجه بس هو التكنيك هي قلبت قلبنا الشفه. الشفه ايوه اللي فوق شويه وبرده مش فيك خالص، تحس ان هي بجد حقيقي طبيعيه. دكتور انواع الفيلر بنستخدمها للبق تحديدا بتبقى الخفيف ولا على حسب التكنيك، يعني لو انا هنستخدم حاجه للراشن تكنيك لازم يبقى شويه ستريتشي عشان اعرف اقلب الشفه دي. الصوره الثانيه دي برضه بس في فرق رهيب بصراحه، دي كانت حتى في محتاجه نغير الشكل شويه، يعني الشفايف دي كنا محتاجين نحددها اكتر بس لان هي فوق البوردر مش ديفايند كويس. طيب هل في فيلر بجد زي هنا بيورد الشفايف فعلا؟ لان الهيالورونيك اسيد بيسحب ميه والهايدريشن ده بيحسن الجلد. اوكي. فالهايدريشن عشان في ناس تبقى فاكره ان هي عملت لون في شفايفها. لا فعلا، لا لا لا، هو فعلا دي شفايفها بعد الحقن على طول بيورد الشفايف كده. لا حلوه قوي يا دكتور. طيب دلوقتي في حاجه كنا زمان في بنات بيعملوها، انه كان في زمان قبل ما يعني يخترعوا الحاجه المؤقته دي كان في فيلر مصيبه اللي هو البيرمننت. ايوه. عايزين نصيحه من حضرتك لاي بنوته عملت ده، احنا ازاي ممكن نشيله؟ في ناس تقول لك ممكن ناخد كورتيزون لفترات عشان نقدر ان احنا نشيل من التليفات ونشيل من ده، فحضرتك ممكن تفضلي التكنيك ده او ممكن هم يدخلوا عمليه ويفتحوا ويشيلوا وينظفوا عشان يقدروا؟ بس في بنات كتير حقيقي وشهم او بقهم بقى مشوه نتيجه فعلا. الحاجات اللي من 15 سنه البيرمننت اللي حقيقي كانت حقيقي وبنشوف مصايب منها. بتفضلي فعلا. ايه لو جات لك حاله هي عامله اصلا كده وبتقول لك انا بليز عايزه اعمل شفايفي، هما مش عارفين هيحصل ايه لو انت اصلا عملتي ده؟ هو انا مبدئيا انا مش بحقن على فيلر قديم ابدا، لازم ننضف. طبعا طبعا لازم نرجع لان احنا بيز لاين خالص وبعدين نبتدي نحقن من اول وجديد. الحمد لله انا ما بقاش فيه بيرمننت فيلر، بس أكيد. فعلا هو لما كان ظاهر من فتره هو عمل مصايب كبيره جدا، غير انه الانفكشن والجرانيولوما والتشوهات اللي بنشوفها منه الحل الانسب ليه طبعا ان احنا نشيله لو أكيد. عرفنا لو حصل منه مشاكل ساعتها فعلا لازم نحقن كورتيزون. هو في بنات حقيقي دكتور ما بيبقوش عارفين، انا عشان عديت بده انا قررت دخول عمليه وشلته في عمليه. صح. شلت كل صح. حاجه وحتى فضل عندنا شويه تليف برضو بنحاول ان احنا نوصلها. حلها الوحيد فعلا. بنات كتير ما بيبقوش عارفين بيقولوا طب الدكتور هي ليه مش راضيه ان هي تعمل لنا، يبقى الدكتور دي مثلا مش بروفيشنال، فهماني؟ لا هي مش كده، انتوا ما تعرفوش ان الفيلر القديم ده بيعمل زي كبسوله صغيره لو قربنا منها هي حقيقي بتتفجر. في حالات شفناها على الفيديوهات على فيسبوك وانستجرام
كده والريزلت مش حلوه. ايوه فكويس انه حضرتك قلتي ان انت لا انت ما بترضيش ان انت تاخدي ده. يا ريت كل الدكاتره يبقى عندها الامانه دي. حقيقي في ناس بتخاطر وبتدخل بيقول لك لا معلش اصل هي التهاب كام يوم بس هي بتتعرض للتشوه. ستيل هي مش هتبقى ساتسفايد بالريزلت لان انا مش هعرف اديها النتيجه اللي انا عايزه اديها. صحيح. حلم كل البنات ان احنا نعمل زي المودلز اللي في اوروبا الجو لاين. انا عامله جو لاين ودايما قمر. حبيبتي لما تجي لك بنوته وهي اصلا ما عندهاش هنا اصلا عظمه خالص وهو مش لايق عليها تتصرفي ازاي؟ هل كل بنت بتيجي بتقول لك انا عايزه اعمل جو لاين فده ينفع لها؟ لا طبعا هو مش لازم نبقى ماشيين على البروبورشنز بتاعه الجمال لكل بنت زي الثانيه. يعني كل واحده لازم تبقى ذا بيتر فيرجن اوف هير سيلف. الجو لاين بيتحدد بكذا تكنيك وممكن نحسن الدبل تشين عشان الجو لاين يظهر. ف طب ايه التكنيك المختلف ممكن نعمل لدي ايه؟ يعني مثلا لو حد ما عندوش بون ستراكشر خالص يعني الحته دي ما فيهاش ساعتها ممكن نحقن ساعتها فعلا فيلر. بس نبتدي يعني بنحدد شويه طبعا. ما نعملش الترانسفورميشن مره واحده عشان هي حتى ما تحسش ان شكلها اتغير. حقيقي. لو حد ممكن نشوف سوري ممكن نشوف حاجات من الجو لاين الدكتور عاملاها بليز. دي حاله هنا ما كانش فيه خالص. بس دي حاله خيوط يعني دي تكنيك مختلف تماما. احنا شدينا الدبل تشين من تحت لحد الرقبه عشان نرفع الحته الساجنج دي فالجو لاين يتحدد. يعني هنا ما حقناش فيلر خالص. طيب مجرد دكتور ما هي هنا في الحاله دي انا شفت في الاول ما فيش خالص حتى هنا فحضرتك قررتي ان انت تعملي الخيوط. الخيوط بقى دي كنت عايزه اخدها بس كويس ان احنا قلناها دلوقتي. الخيوط انواع. انواع بالظبط. ممكن نعرف انواعها ايه وامتى بتقرري تختاري ايه؟ دلوقتي ما بقاش في حاجه بيرمننت يعني برضو الحمد لله. هي بتدوب. بالظبط. وفي انواع مونو نيدل دبل نيدل على حسب مش عايزين ندخل في كلام علمي كبير. بس على حسب الاريا انا بحدد اللي مناسب وعلى حسب حجم الاريا اللي انا هشتغل وحسب سن وعلى حسب سن العينه طبعا. ما ينفعش تبقى عينه صغيره خالص. هي هنا الجو لاين صح؟ فيلر. الجو لاين بيور فيلر. دي هنا فيلر مش خيوط. تشن وكونتورنج للانجل. هي باينه الجو لاين مرسومه رسمه خط كده كامل. يعني في الاول دكتور ممكن نختار ان احنا كم حقنه في الاول عشان ما ناخدش الحوار كله. كل كيس غير التانية بس دايما بنقول احنا بنبتدي حقنتين لتلاتة لو حد ما عندوش ديفينيشن خالص. وبعد كده نعمل وبعد كده بنزود اكوردنج بقى لو هي عايزه تزود. اوكي. طيب سوري بس بمناسبه الخيوط عشان انا يعني شايفه ان ده بقى موضوع مشاع جدا عشان قلنا في الاول ان حضرتك بتظبطي الشكل او بتنصحي بده من غير ما ندخل جراحه او عمليات جراحيه. من امتى نقدر ان احنا نستخدم الخيوط؟ سن كام؟ ثلاثينات على حسب طبعا كل شخص غير التاني بس من الثلاثينات بنستخدم الخيوط. عادي ان انا 30 اعمل خيوط وايفن اصغر يعني ممكن بنستخدمه حتى ان احنا عايزين نرفع الحواجب. في بنات بتبقى حواجبها الكات ايز بالظبط لا وفي ناس بتبقى فعلا عندها مشكله مضايقاها حواجبها كيرفد قوي من الاخر فهي حاسه انه شكل عينيها مش حلو فهي بدل ما تدخل مثلا ان هي تعمل عمليه تشيل مثلا من هنا عشان توسع لا دي تمبرال ليفت. ممكن بدل ما نعمل الليفت من هنا وندخل عمليه كبيره نرفع الخيوط ونشوف شكلنا ايه. ايوه ده بس ده تغيير لطيف. تغيير لطيف بالظبط. حقيقي. بتقعد قد ايه بقى الخيوط؟ من 6 شهور لسنه سنه ونص على حسب بحط قد ايه وعلى حسب الاريا. اوكي. وعدد الخيوط مقرره على حسب ايه؟ على حسب الاريا برضو وعلى حسب حسب الاريا اكشلي. يعني انت يعني ممكن تعملي خط وتشوفي لو احنا لا 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 هو في رقم يعني زي مثلا احنا هنعمل في الحواجب مثلا من 2 لـ 3 بير اريا. الوش يعني انا لو مثلا عايزه ادي شد كويس ملحوظ اتليست 5 بير سايد بكل لا كل سايد هيبقى فيه 5 خيوط وخيط اللي هو ايوه صغير مش اللي هو الدبل نيدل. اوكي. يعني عشان اخد نتيجه خلينا نقول ان احنا 5 خيوط بالظبط في كل حته. طيب عايزه نصيحه منك للبنات سواء خايفين من بوتوكس من فيلر عايزه نصيحه انه انت عشان تحافظي على شكلك ممكن تقدري تعملي ايه سواء برضو ان احنا انا عايزاكي انت بتقولي عشان ممكن انا مش دكتور في الاخر مش لا بس انت عندك نولج حلو.
انا برافو عندي عليكي. اكسبيرينس من الحاجات اللي انا عديت فيها برضه، وبشوف البنات كلها بيحصل لها ايه، فدايما بقوا بيسالوني وبرد. ومن اكتر الحاجات اللي بتجيلي برضه الصور اللي حضرتك عاملاها، صور البق والجو لاين، يعني دي ما شاء الله. مش بقصد ان انا اقول لكم ان تروحوا الدكتور، بس حقيقي لو دخلنا عندها نشوف، وزي ما شفنا دلوقتي الصور. فعايزه نصيحه من حضرتك للبنات، ازاي اول حاجه بس صفحه الدكتور اهو بتتعرض على الشاشه قدامنا، التواصل مع الدكتور عبر الصفحه دي. دلوقتي يا دكتور عايزه نصيحه، احنا ازاي نحافظ على رونق بشرتنا، سواء نحط ميك اب نشيل ميك اب ونعمل الحاجات دي، ومن امتى ممكن نلجا نروح لدكتور ونسالها ممكن نعمل ايه؟ اوكي، بداية انا لازم يبقى عندي السكين كير ده لايف ستايل، مش حاجة هروح اعملها في العيادة مرة وهمشي، لا لازم يبقى عندك روتين. الروتين دوت لازم يكون فيه حاجة بترطب بشرتك على حسب نوعها، لازم تستخدمي واقي شمس، ده من مهم جدا جدا جدا. بداية من العشرينات بندخل الريتينول، ده الانتي ايجينج روتين. انا بتكلم كل ده على روتين البيت. مجرد ما يبقى في حاجة مضايقاكي في وشك، ما تستنيش يعدي وقت عشان تروحي تعمليها، لان كل ما بيعدي كل ما هي الموضوع هيبقى شكله فيك وانت بتصلحيه. يعني انا عندي مشكله بسيطه رحت عملتها في وقتها او بعديها على طول، انا شكلي زي ما انا. لو سبت الموضوع يبقى ديبر ومور ساجنج، الشكل هيتغير. وطبعا الهيلث لايف ستايل، نبعد عن التدخين على قد ما نقدر، والاكل والرياضه والاكل والميه طبعا والرياضه. شكرا جدا لذوقك وشكرا لوجودك معانا، كنت منوره النهارده يا دكتور.